طيب تقوى الله في البيوت في معاملتنا مع أزواجنا. لو كان معايا رجالة هنا النهاردة كنت قلت لهم اتقوا الله في النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء. فتقوى الله في كل امرأة ده واجب ولازم علشان نمتثل لأوامر الله وأوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، واتك عليها قوي في حجة الوداع وهو بيخطب الخطبة الأخيرة، الصلاة الصلاة، وراح قارن بالصلاة المرأة وما ملكت أيمانكم. ده من عظم شأن المرأة. سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وصى على المرأة، وصى عليها علشان الرجالة تخلي بالها من المرأة وتخلي بالها من قول الله، وعاشرهن بالمعروف. يا سيدي انت تعرف يعني ايه العشرة بالمعروف؟ يعني كلمة حلوة، يعني وداد، يعني طبطبة، يعني اجيب لها هدية صغيرة كده واخش بوردة وانا داخل، يعني اقول لها ربنا يخليكي ليا، وهي مش عايزة منك غير الكلمة الحلوة دي، العشرة بالمعروف. ده الود اللي ربنا جعل الزواج آية، وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة لما لقيها عيانة وتعبانة أطبطب عليها وأقعد جنبها، دواء عندك أهو وأنا نازل، ما تنسيش تاخديه الساعة 7. أخي ما كانتش مستنية منك كده، كانت مستنية منك تقعد جنبها وتواسيها وتداويها، عشان كما تدين تدان بعد شوية لما أنت تبقى تعبان هي كمان لو كانت ست نفارية هتتكسف وهتقول ما يصحش، ده لما أنا عييت قعد جنبي وجاب لي الدواء وعمل لي وعمل لي. فإحنا محتاجين نتقي الله في بعض في بيوتنا وفي أزواجنا. نيجي بقى ليكي كمرأة، زي ما أنا وجهت رسالة للرجل، تقوى الله في مال الرجل، إنه لما يديكي مصروف البيت، أنا أسفة ما أقصدش اللي قاعدين، لأن أنا عارفة اللي قاعدين، إحنا كده كده بنسجل على السوشيال ميديا، ما مدش إيدي واخد حاجة، لا حاشا لله. خلاص يا ست أنت الشريفة العفيفة، ما تبقاش الحاجة بقرش واكتبها بتلاتة، ما تبقاش اخد من بيتي ودي امي وخالتي واختي والناس غلابة يا دكتورة ما فيهاش حاجة، لما استأذنيه. يبقى التقوى الزوج في ماله، تقوى الزوج في عرضه، ان خاف على عرضه، ما دخلش البيت حد من غير اذنه. ما انا عارفة ان موعده الساعة 6 ولا الساعة 7، ده ابن عمي وجالي الساعة 1، وإيه يعني لما ابن عمي ما طول عمره بيجي؟ ما ينفعش. تقوى الله ما تزرعيش الشك في قلبه. عايز أقولك بناء الثقة بينك وبين زوجك صعب جدا جدا جدا، وهدها في مرة واحدة. قد تكون سنين من العمر بتعملي إيه؟ بتبني في الثقة، بتبني في الثقة، ومرة واحدة كدبتي أو خدعتيه أو اكتشف مش هيثق فيكي أبدا. أصلهم كانوا بيعلمونا البنى صعب والهد سهل قوي قوي. فعايزين نتقي الله سبحانه وتعالى في كل حياتنا. نتقي الله مع أولادنا. الولد جالك في المدرسة وقالك يا ماما أنا مش فاهم حاجة في المادة دي وحاسس إن أنا هتسقط، طب وريني هتسقط إزاي؟ ما أنت طول عمرك فاشل كده ومغلبني، ما أنت طول عمرك مش نافع. إنما لما تديله الدفعة، بتقي الله في إني ما أحبطش الولد، بتقي الله إني ما أخليش الجيل ده كله دلوقتي مش عارفة فيه إيه، فيه إيه الشباب بقى كاره الحياة وعمال ده ينتحر وده يلعب لعبة يكتب نفسه وده يعمل حاجة يؤدي إلى زهق الحياة. مالكوا؟ ما تحضنوا أولادكوا، ما تحاجوا عليهم، ما تخليهم ما يبقاش لا ابني ولا بنتي ينفروا من البيت، خليهم يقربوا يبقوا حابين البيت وحابين الحياة. ليه كل يوم أزهقهم من البيت ومن الحياة وخليهم يجروا بره؟
وكل يوم خناقات وكل يوم مشاكل، من أقعد واسمعهم واستوعبهم؟ فأنا علي مسؤولية كأم تجاه أولادي إني أتقي الله فيهم، لأن ربنا هيسألني. سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. المرأة مسؤولة، يعني إيه ست البيت؟ يعني الهانم اللي مسؤولة عن بيتها وولادها. هيقول لها ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة: عملتي فيهم إيه؟ الرعية.